عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أحلام الطفولة. خلال هذا البرنامج راح نعيش وياكم أحلام بعض الأطفال. لماذا هذا الحلم بالذات؟ هل الحلم مرتبط بحادثة معينة؟ من يساهم في تحقيق هذه الأحلام؟ والكثير من التفاصيل سنعرفها، ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا وسهلا مشاهدين الكرام، عدنا وإياكم من الفاصل. نرحب بضيفتنا فاطمة. أهلا وسهلا فاطمة، عرفينا عن نفسك. أنا اسمي فاطمة أمير، الصف الخامس الابتدائي، مدرستي بهاء الوارد. أهلا وسهلا فاطمة. فاطمة كم أخو أخت عندك؟ عندي أخت وحدة. شنو أكثر مادة تحبيها بالمدرسة؟ رياضيات. لماذا؟ لأن هو حلو. الله يوفقك. شنو حلمك في الحياة؟ جراحة عامة. ليش؟ حلوة. برأيك شلون راح تقدرين تحققين حلمك؟ أدرس وأتعلم لحا أحقق حلمي. من المسؤول عن تحقيق هذا الحلم؟ أنا وأمي. شلون؟ يعني ندرس، ماما درسني وأنا همين أدرس وياها. الله يحفظها. شنو رأيك شلون نعيش هذا الحلم؟ طبعاً أفرح. هسه أعزائنا راح ناخذ صديقتنا فاطمة ونعيشها جزء من حلمها. خلوكم ويانا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم سؤالنا: من هو السارق الأكبر لأحلام الأطفال؟ ممكن تكون الظروف القاسية التي يمر بها الإنسان واحدة من سارقة أحلام الأطفال، سواء كانت هذه الظروف ظروف صحية تمنعه أنه يوصل للحلمة، أو ظروف مادية تجبره أنه يتخلى عن حلمه ويفكر بلقمة العيش، أو ممكن يكون الشخص ذاته هو سارق الأحلام. شلون؟ من عقلية البعض وضعف إرادتهم وكسلهم وتقاعسهم عن الدفاع عن أحلامهم، بهاي الحالة راح نشوفهم يستسلمون عند أول مطب بحياتهم ويتخلون عن أحلامهم. وعند البعض أكو فد مفهوم خاطئ وهو مفهوم التوكل، نشوفهم أنه متقاعسين عن أعمالهم وقاعد وساكت بحجة أنه متوكل على رب العالمين، لكن مفهوم التوكل هو مو بهاي الطريقة، وإنما هو السعي للوصول إلى المطلوب، وبهاي الحالة رب العالمين راح يهيئ الأسباب ويوصلنا لأحلامنا من خلال التوكل عليه. إذن التوكل هو بالسعي بكل ما نملك من جهد وطاقة، وراح تكون الأسباب مهيئة من رب العالمين. اليوم ويانا الطالبة فاطمة. السلام عليكم فاطمة. وعليكم السلام. شلونك؟ شلون صحتك؟ زينة الحمد لله. شلونك بالدراسة؟ زينة. شلون أكثر مادة تحبيها فاطمة؟ رياضيات. تحبين الرياضيات؟ فاطمة شنو حلمك؟ إنه أصير جراحة عامة. جراحة عامة؟ شنو السبب اللي خلاش تختارين هذا الحلم؟ أنا متساعد أمي لأن أمي مريضة، يريدون يشيلون قولونها ويسوون لها عملية، فلذلك أنا اخترت جراحة عامة. حتى تساعدين ماما وتساعدين غير ماما همين بالمستقبل إن شاء الله، والشفاء لوالدتك إن شاء الله. فاطمة منو صديقتك المفضلة بالمدرسة؟ زينب. شنو السبب خلاش تختارين زينب؟ يعني هي تساعدني، يعني كلش حلوة. تحبيها؟ زين، انت مسولفه وياها عن حلمك وهيك تحبين تصيرين؟ نعم. شنو هي دورها من تسولفتي لها عن هيك احلامك؟ هي شنو؟ نصحتي؟ شجعتي؟ ايه شجعتني. حلو. زين، انت بالبيت تساعدين ماما؟ شنو دورك بالبيت؟ هم تساعدين ماما؟ تساعديها بالبيت؟ ايه. عندك اخت اصغر منك؟ ايه. شلون تساعدين اختك الصغيره؟ مثلا اذا مالتها يعني الفراش يعني هوس، انا اجي انظف لها. من اكثر شخص هنا تحبيه بالمدرسه
ودائما اذا احتاجيتي شيء تروحين تطلبين من عنده اذا احتاجيتي مساعده او شيء. ام العلوم. معلمتك ام العلوم؟ نعم. تحبيها؟ لازم نعرف انه ماكو شيء مستحيل بالحياه الا بعد ما نستنفذ كل الطرق المتاحه ونجرب كل سبيل وبدون ما نخسر الهمه والعزيمه حتى بالمستقبل ما نرمي السبب على الحظ والنصيب. أهلا بكم مشاهدي الكرام، رجعنا وياكم في مستشفى الإمام زين العابدين عليه السلام التابع للعتبة الحسينية المقدسة حتى نحقق حلم ضيفتنا فاطمة أمير واللي هو جراحة عامة. خلونا نشوف راح تعجبها التجربة، خلونا نتابع. ها فاطمة مستعدة؟ مستعدة. فاطمة قبل ما نروح احنا محضرين هدية راح نعطيك اياها وندخل ان شاء الله. تفضلي. شكرا. عفوا. يا تعالي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. دكتور أقدم لك عن نفسي، أنا زينب حسان من مدرسة بهاء الوارث التابع للعتبة الحسينية المقدسة، وهاي زميلتي فاطمة أمير. طبعا دكتور فاطمة حلمها إنه تكون جراحة عامة، طبيبة جراحة عامة، وإحنا محتاجين مساعدتك حتى نحقق لها جزء من حلمها، وإن شاء الله لما تكبر تحقق كامل. اهلا وسهلا زينب. اهلا وسهلا فاطمه. انا اعرفك على اسمي، انا اسمي فاطمه امير عبيدي، الصف الخامس الابتدائي، مدرستي بهاء الوارث. يعني احقق ان حلمي انا بدي اصير عن جراحه عامه. اهلا وسهلا بكم. انا الدكتور علي محفوظ، اختصاص جراحه عامه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ليش اخترت الجراحه العامه؟ على مود اساعدها، لان هي مريضه بدون شنو قالونها، فانا من اريد اساعدها ان شاء الله. طبيبات جراحه عامه موجودات، مو بس اطباء. نعم. ففي طبيبات موجودات يعني. بس لازم انت تخلصي المرحله مالتك، لازم حتى تتجاوزيها بنجاح تفوتي على كليه الطب، وبعدين تخلصي وتدخلي بعدين على الاختصاص. ان شاء الله. يحتاج تعب، يحتاج جهد ودراسه جيده حتى توصلي لمرحله تقدري قادره تكوني قادره تسوي العمليات الجراحيه. صح ولا لا؟ صح. أكيد أصعب من أي شيء تاني، بس لازم تتعبي عليها توصلي. إن شاء الله. سهل إن شاء الله. سامعين بالتهاب الزائد الدودية؟ نعم. بتقولوا لها المصران الأعور. سامعين بيها؟ إيه. شو يصير مع المريض؟ يعني آلام بطنه يصير هواية. إيه. وجع. إيه. بس ما بعرف. يراجع الطبيب هو؟ نعم. لازم يراجع الطبيب. إيه. طيب نحن لازم نسوي أكثر من شغلة تحت نعرف إنه هو عنده التهاب مصران أعور، التهاب الزائدة. لازم نفحص المريض، لازم نسوي تحليل، نسوي سونار، نتأكد إنه عنده مصران أعور، ساعة نحتاج علاج له، والعلاج هو العملية الجراحية. إن شاء الله. تمام. وأنت لازم تسوي هاي العملية. صح؟ صح. إن شاء الله. دكتور إذا مثلا إن شاء الله لما نكبر صرنا جراحات، إذا أردنا نمتاز عن باقي الأطباء، شلون نقدر نمتاز؟ بالجهد والتعب، وتقدري المريض وتهتمي بمريضك حتى تعطيه افضل النتائج. زين دكتور، الادوات اللي نستخدمها بالعمليه تقدر تشرح لنا شويه عنها؟ كل عمليه لها ادوات خاصه بها، لازم ندخل على صاله العمليات ونشوف الادوات. ف
في ادوات ممكن نستخدمها اكثر من مره بس باعاده التعقيم باجهزه خاصه، وفي ادوات تستخدم لمره واحده حسب نوع العمليه. انت طبيبه جراحه لازم تكوني مستعده دائما لاي عمليه طارئه، في حالات تحتاج عمل جراحي اسعافي فانت لازم تكوني موجوده وجاهزه دائما، حتى لو كنت ببيتك واستدعوك لازم تكوني حاضره وتجي باقصى السرعه، لازم تتحملي هذا الموضوع ان شاء الله. ها فاطمة عجبتك التجربة؟ هواية عجبتني. إن شاء الله إن شاء الله لما تكوني أفضل جراحة. بس أعزائي المشاهدين مثل ما شفتوا حققنا جزء من حلم فاطمة، وإن شاء الله لما تكبري تحقق كامل. خليكم ويانا بحلقة جديدة وبحلم جديد، نشوفكم بعدين، مع السلامة.